المقترح اللي انا بقدمه وعايزه ومصر عليه ان تتوسع اللجنه التاسيسيه تزيد عن ال 100 عضو توصل الى 100 150 200 عضو حتى، وتجمع بين قياداتها كل الاحزاب كل الاطراف السياسيه الموجوده على الساحه، وما يكونش في حد مستبعد عشان ما ندخلش في المشكله اللي احنا فيها النهارده اللي مهدده اللجنه نفسها ان هي تتحل يوم الثلاثاء اللي جاي بحكم القضاء. وهو ده مربط الفرس، يعني ده اللي هنبني عليه ونقدر نشتغل فيما بعد. التفاصيل القانونيه او التفاصيل في مواد الدستور موجوده عند احنا شخصيا، موجود عندي انا برنامج لدوله بالكامل بدستورها بكله يعني، ومش انا لوحدي، في ناس كتير عندها مسودات لكده وبرامج كتير، ونقدر في متخصصين موجودين بيعملوا كل حاجه. ولكن الاهم من ده ان ما يتمش ايقاف اللجنه بحكم القضاء في حاله استمرارها بهذه الشكيله، وهي اللي فيها جزء استحواذ كبير قوي لبعض التيارات على حساب التيارات. حضرتك بصفتك كنت مرشح رئاسه، نعم. دلوقتي حضرتك شايف ازاي الصراع اللي هو بتاع الاعلان الدستوري المكمل؟ لا ده الرئيس رجع مجلس الشعب، لا ده القضاء ما رضيش، الرئيس هيعمل اعلان دستوري مكمل. عايزين نعرف تعليق حضرتك على الصراع اللي بيحصل ده، لان المواطن البسيط ما يعرفش الصراع ده، يعرف مصر قام فيها ثوره، عايز واحد اتنين تلاته من الثوره، ملوش دعوه بالصراع بين السلطات ده. اول حاجه الرئيس مرسي انتخب ونجح ووصل للكرسي بالقانون، والرئيس مرسي يحترم القانون، واحنا بنقول له دائما يجب ان تحترم القانون تماما، وهو احترم القانون مؤخرا للامانه، لان الخطوه كانت خطوه فيها تسرع شويه، لكن في نفس الوقت احنا نرفض ان يكون رئيسنا شخشيخه، احنا عايزين الرئيس بكل صلاحياته، بنقول له احترم القانون، لكن في نفس الوقت احنا عايزين انه يكون عنده كل الصلاحيات، ما يكونش الرئيس مجرد شماشرجي يعني بيطلع يعمل حفلات وكده. لا، الرئيس المصري ده رئيس مصر يعني لازم يكون يتمتع بكل صلاحياته كرئيس دولة. هل لو اصدر اعلان دستوري هو يعني الرئيس قام الصبح عمل لنا اعلان دستوري وقدمه زي ما تناقلت بعض وسائل الاعلام مؤخرا وخصوصا في جرائد اليوم، نعم، صدر اعلان دستوري من الرئيس، ما موقفكم من هذا الاعلان؟ اطلاقا ما ينفعش يصدر اعلان دستوري لسبب بسيط جدا، لان الشعب تم استفتاءه في 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 شهر 3/2011 على الاعلان الدستوري اللي هو يعطي للقوات المسلحه الكثير من الحقوق والصلاحيات والسلطات.